ولنا في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر وكيف أنه تصرف ثلاث تصرفات غريبة بالنسبة لموسى عليه الصلاة والسلام، لما خرق السفينة ولما قتل الغلام ولما بنى الجدار، ومع هذا صبر موسى عليه الصلاة والسلام. صحيح أنكر عليه هذه الأشياء لكن لم يمتنع عن ملازمته إلى أن قال له الخضر عليه السلام: هذا فراق بيني وبينك، أخذت الذي أردت أن تأخذه. فالقصد إذن أن الإنسان يصبر على الجهد الذي يبذله، على الوقت الذي يقضيه، على الشيخ الذي يؤذيه، وهكذا. نعم.